Hello, Kijiwon. Hello, Kijiwon. Kijiwon. Hello, Kijiwon. يلا حبايبي نكمل كده في كتاب كونكت. هنكمل ايه الدرس الاولاني اللي احنا اخدناه اللي اسمه ايه؟ ها It's me. Unit 1. Unit 1. It's me. تعالوا كده نعمل اول ريفيجن على الفوكابلوري اللي اخدناها. الفوكابلوري في الغالب بتبقى موجودة في اخر الصفحة كده. Vocabulary. Vocabulary. ديت الحاجات الكلمات المفروض الاطفال يحفظوها. خدنا كلمة be and hello. be and hello ديت be. this is be. be نحلة be. طب تعالوا نشوف كده نكمل مع بعض. الأول احنا المرة اللي فاتت نسينا أقول لكم على حاجة في اللي هو الأغاني اللي موجودة هنا sing. الأغاني اللي موجودة ديت ممكن تلاقوها في السايت ده أهو. شوفوا اللينك دوت. اللينك دوت ممكن تخشوا عليه وتلاقوا الاغاني اللي احنا بناخدها. طب تعالوا كده نشوف مع بعض هنكمل الاسم بتاعنا. يلا close your book open your book close your book open your book close your book open your book open your book page ها 4 يلا نشوف كده اسمها ايه. ها اتش اتش بيقول لي learn sounds with busy bee. learn sounds with busy bee. احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان busy bee هتساعدنا في حاجات كتيره خالص. هتساعدنا كده لو في لغز في قصه ممكن هي اللي هتساعدنا في ان احنا نحله. هي هتساعدنا ان احنا نتعلم حاجات كتيره جدا. طب تعالوا نشوف كده مع بعض. بيقول لي اول حاجه listen and repeat. listen and repeat. تعالوا نشوف مع بعض كده ايه اللي مطلوب مني هنا. ها what is this what is this hello 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 what is this honey honey what is this hand hand. طب تعالوا نشوف كده ايه اللي عايزه في الصفحة دي. بصوا معايا كده حبايبي حلوين. انا عندي الاول لما باجي اكتب letters او حروف الانجليزي عندي كده ايه بلاش ديت خالص. تعالوا نجيبها هنا في صفحة فاضية خالص عشان افهمها لكم. عندي هنا هعمل four lines four lines one two three four. بس المفروض number one ونمبر four بيبقوا عبارة عن نقط كده صغننة. يبقى انا عندي four lines four lines one two three four اربع خطوط يا كيجي. اول line دوت اسمه sky line sky line. تعالوا الخط التاني اسمه plan line plan line. دوت اسمه grass line ده اسمه warm line. طب تعالوا كده نحاول نرسمهم عمتي يا حبايبي يا حلوين. sky line sky line plain line grass line warm line. طب تعالوا نشوف كده هنعمل بيهم ايه. اللاينز ديت يا كيجي بتساعدنا ان احنا نكتب الحروف ان احنا نكتب الليترز. طب تعالوا نشوف كده هنكتب letter h capital ازاي على الخطوط دي. h capital يا كيجي هاجي من السكاي لاين دوت هنزل بيه فين او واحد هعمل كده وينزل عند مين عند الجراس لاين واعمل كمان واحد كده قصاده اهو جاي من عند سكاي لاين يمشي على البلان لاين يعدي عليه وبعدين يقف عند مين جراس لاين. والشرطه بتاعته هنا هعملها في النص عند البلان لاين بلان لاين بدوت اتش كابيتال. طب اتش سمول هعمل ايه. احنا الاول المفروض نعمل كده بوينت هنا كده بوينت دوت دوت بعمل نفسي دوت نقطة كده وانزل كده عشان امشي صح من عليها. طب اتش سمول هعمل برضو كده دوت وهعمل ايه كمان بصوا هنكتب ازاي letter اتش سمول. ها start start from the dot
يعني هنعمل ايه؟ هنبتدي من هنا كده ونعمل ايه؟ go down down go down. انا كنت فوق اهوت نزلت down اهو. start from the dot go down then go up go up. انا نزلت تحت اهو صح؟ up down كده down اهو up قوم طالع كده ها. and round round هعمل كده زي نص دايره كده round المفروض ان انا اعمل دايره. and down down يبقى up down up down up down up down. نقولها تاني start from the dot go down go up and round and down. شفتوا كتبنا letter H small ازاي بكل سهولة بين كده عند الاربع سطور دولت او الفور lines دولت. طب تعالوا نشوف نكمل كده مع بعض هنا ايه المطلوب مني. هو هنا بيقول لي اعمل ايه؟ ها listen and repeat. repeat يعني ايه listen؟ قلنا اتفقنا يعني ايه listen. اول ما المس تقول listen يبقى هنعمل ايه على طول؟ هنحط ايدينا على ايه؟ على ودننا وهنعمل ايه؟ هنسمع hello repeat يعني كرر ورا المس. قول ورا المس. المس هتقول انت هتقول ورا hello hello. شفتوا البنوته الشطوره بتعمل ايه؟ بتشاور كده بايديها بتقول hello. ها what is this honey 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 hand وبنهي look and circle h look and circle. يا circle هنعمل ايه؟ دايرة. بصوا معايا كده circle يعني هنعمل ايه؟ لما اقول لك تسمع كلمة circle اول ما تسمع كلمة circle هتعمل ايه؟ بصوا معايا كده اهو دايرة circle او make a circle. لو قلت لكم circle يبقى هتعملوا كده، لو قلت لكم make a circle برضو هتعملوا كده circle. طب هو هنا عايزني اعمل ايه؟ اعمل circle على letter H. فين letter H؟ اهو H يبقى هنعمل عليه دايرة make a circle circle اهو make a circle اهو هعمل عليه دايرة كده circle circle. يبقى انا كده عملت سيركل على لتر اتش زي ما هو قال. طب تعالوا هنا اسمعوني بقى كده كويس وقولوا ورايا ها ها ها. دوت صوت لتر اتش. يعني ايه يا كي جي صوت لتر اتش؟ ذا ساوند اوف لتر اتش. الساوند دوت زي ايه؟ مش انا عندي كده القطه ليها صوت اسمه ايه؟ بتنونو نيو نيو. والعصفوره ليها صوت والكلب ليه صوت بيهوهو. وايه كمان؟ والعربية بتزمر وبتعمل بيب بيب. وماما ليها صوت مختلف عن صوتي وبابا ليها صوت مختلف عن صوتي. كل حاجة في الدنيا ليها ايه؟ ليها اصوات. كمان الليترز ليها اصوات. طب صوت لتر اتش صوته لما يخش بقى في الكلمة ها 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 كيك يجي ها 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 ها. يبقى ده الساوند بتاع الليتر. the sound of letter h is the sound of letter h is ها 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 ها. طب هنا دوت بيقول لي الساوند بتاعه learn sounds with busy b. هنتعلم الاصوات مع busy b. the sound of letter h is ها ها ها. the sound of letter h is ها 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 ها. قول ورايا كده حبايبي ها ها ها. طب تعالوا نشوف كده page 5 اللي هناخده فيها. هو برضو جايب لي letter H بس كده بيقول لي ايه؟ learn to write to write with busy bee. بيقول لي يلا بينا نتعلم الكتابة مع مين؟ مع busy bee. بيقول لي هنا trace and copy trace and copy. احنا طبعا اتفقنا ان احنا عندنا four lines the sky line plain line grass line and warm line. تعالوا نشوف هنا بيقول لنا اكتبوا ازاي letter H. هو عندي بيقول لي هنا هو جايب لي نقطه هنا اهي دوت اهي عند مين؟ عند سكاي لاين. هو جايب لي نقطه اهي بيقول لي ايه؟ start from the dot start from the dot. النقطه يعني نبتدي من عندها. نعمل ايه؟ هننزل كده هننزل كده go down
go down go down نزلت down go up نطلع بقى go up and round and round and down يبقى احنا كده كتبناه طب يلا بقى نكتبه على الهوا نكتبه على الهوا كده اتش كله يعمل معايا هنعمل كده الفور لاينز بتوعي الفور لاينز 1 2 3 4 فور لاينز هنبتدي من اول نقطه كده نعملها لنفسنا داون اب راوند داون اجين نعمل نفسنا دوت اهو داون اب حته صغننه كده اب حته صغننه راوند داون اجين ها داون اب راوند داون طب يلا نشوف مع بعض كده كلنا بعد ما عملناها على الهوا هنكتبها ازاي يبقى احنا هنا هنكتب زي ما هما كاتبين كده هنعمل كده وهننزل كده وهنمشي كده طب اتش سمول اهي اهي هعمل كده وكده همشي كده هاند ها 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 هاند يقول لنا لوك اند سي وعايزني بقى اقول ها 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 هاند هاند ها 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 هاني ها 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 هلو هلو الولد بيشاور لنا اهو بيقول هلو هاند هاني طب احنا كده خلصنا الفيديو دوت المفروض الحاجات اللي احنا هنبقى عارفينها فيه استنى الاول نسمع الاوديو سكريبت بتاعتي الاغنيه بيقول لي ايه everyone listen listen to me listen and repeat repeat after me ها 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 هلو هلو everyone listen كلنا نحط ايدينا عند ودننا listen to me شاوروا على نفسكم listen and repeat repeat after me everyone listen listen to me listen and repeat repeat after me ها 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 هلو ها هلو ممكن نقول ها هاني ها هن ها هات اي كلمه انتوا عارفينها ممكن تقولوها يا كيش كده احنا خلصنا نمبر بيج نمبر 4 اند 5 4 اند 5 لو كنتوا استفدتوا باي حاجه من الفيديو يا ريت ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو وتعملوا شير ولو كنتوا بتشوفونا لاول مره يا ريت ما تنسوش تدوسوا على كلمه سبسكرايب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته